بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدي قناة البلد الفضائية، صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في فقرة قانونية، واليوم حنتحدث عن الفشل في السداد بالنسبة للأجرة. طيب، بالنسبة للأجرة التعاقدية، دائما في عقد الإيجار بيحدد تاريخ سداد الأجرة مقدما أو مؤخرا، وغالبا الأجرة بتدفع مقدما، بتدفع مقدما، بتحدد دائما في العقود من يوم 1 ليوم 5 تسدد الأجرة. إذا في مقدم يدفع خلاص يدفع المقدم، بعد ذلك الناس بتمشي شهر بشهر في أو قبل الخامس مثلا من كل شهر. طيب، نجي للفشل في سداد الأجرة في التاريخ المتفق عليه في العقد. إذا المستأجر فشل في أنه يسدد قيمة الإيجار في التاريخ المتفق عليه، هنا طوالي بيدي المؤجر الحق في أنه يرفع دعوة اسمها فشل في سداد الأجرة، فشل في سداد الأجرة. طيب، الفشل ده نحن لما نمشي نرفع الدعوة بتاعتنا، الفشل ده يعني شنو؟ يعني أنا مثلا بدفع الأجرة بتاعتي يوم 5، أنا يوم 5 ما سددت الأجرة، يوم 6 من حق المؤجر يمشي ويرفع دعوته بأنه أنا فشلت في سداد الأجرة. طيب، نجي لحاجة مهمة جدا في الفشل في السداد، منو اللي بيسعى لسداد الأجرة؟ هل أنت كمستأجر بتسعى أنك تسدد الأجرة للمؤجر في محله، ولا أنت بتعرضها وهو بيجي يستلمها منك؟ دي أهم حاجة في الفشل في السداد. بعدين نجي لحاجة تانية مهمة، هل أنت إذا أنت خلاص فشلت في السداد، يوم 5 مفروض تدفع الأجرة وما دفعتها، جاي يوم 6 جاك المؤجر ما جاك ومشى طوال المحكمة رفع دعوة بتاعته فشل في السداد، أنت لما تمشي هل عرضت عليه الأجرة قبل رفع الدعوة ولا بعد رفع الدعوة؟ برضو دي حاجة مهمة وحاجة جوهرية في الدعوة بتاعتنا لقدام في الوزن البينات، أنت عرضت عليه الأجرة قبل رفع الدعوة ولا بعد رفع الدعوة؟ وأنت عرضت عليه الأجرة بعد التاريخ المحدد للسداد، يعني مثلا محدد السداد يوم 5، انت عرضت عليه الأجرة يوم 6 يوم 7، انت بعد ذاك لما نجي لحته مهمه جدا في وزن البينات، هل تم رفع الدعوه بعد تاريخ عرض الأجرة ولا قبل تاريخ رفع الدعوه؟ دي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا بعدين في الوزن البينات بالنسبه لدعوى الفشل في السداد، لانه صراحه القانون قانون 91 بتاع الإيجار المباني اللي هو لحد الآن ما تم تعديله أو مفروض كان يتم تعديله، بيدي المؤجر موقفه شوية بيكون صعب في إنه إذا عايز يخلي العقار، يعني إخلاء العقار من أصعب الدعاوى اللي بتواجهنا في المحاكم. فعشان كده مجرد ما أنت فشلت في السداد بيوم أو يومين هو بيلقاها فرصة طوال عشان يمشي المحكمة ويرفع دعوى بفشل في السداد، فأنت لازم تعرف حقك وهو لازم يعرف حقه برضه. فاللي هو شنو، انت لما تعرض الأجرة عليه تمشي تعرضها يكون معك شاهدين، شاهدين بتعرض الأجرة، وتكون لازم متذكر انت وشهودك تاريخ عرض الأجرة ورفضه ليها، يعني انت عرضت الأجرة وهو رفض استلام الأجرة، التاريخ مهم جدا يا جماعة، التاريخ بتاع انك عرض الأجرة ده مهم جدا، بعدين بينفعنا وين؟ في وزن البينات، انت رفعت هو رفع دعوته دي قبل ما انت تعرض الاجره ولا بعد ما انت عرضت عليه الاجره وهو رفض الاستلام. طيب، في حاجه كمان مهمه بالنسبه لي انا كمستاجر، عرضت الاجره يعني بعد التاريخ مثلا يوم 4 يوم 5 عرضت الاجره وهو لسه ما رفع الدعوه بتاعته ورفض الاستلام، معاي شاهدين مشهد عرضت عليه الاجره وهو رفض استلام الاجره، الحاجه اللي انا بعملها شنو، انا طوالي بمشي اقرب مكتب بتاع بوسطه بودي المبلغ بتاع الاجره وبكتب فيه وعنوانه وتفاصيله وحاجاته وبستلم الايصال بتاعي بالتاريخ. دي حاجه، وحاجه ثانيه طبعا هسه بقى اللي هي مريح الناس موضوع الحساب بتاع البنك، معظم المؤجرين بدوك حساب بنكك بتمشي تورد لهم فيه مبلغ الايجار، انت برضو لازم تكون ملتزم بالتاريخ بتاع سداد الاجره عشان هو بعد ذاك اذا جينا لنقاش في المحكمة وجينا لوزن بينات في المحكمة انت تكون عرضت الأجرة في التاريخ المحدد وهو رفض استلامه قبل كلام دمتين قبل رفع الدعوة، لكن بعد رفع الدعوة خلاص الموضوع بعد كده بقى في صالح المؤجر وصالحه كطرف مالك للعين المؤجرة، انت اتأخرت عليه في سداد الأجرة وهو من حقه بعد كده يرفع عليك دعوة، ف
فشل في السداد، انت فشلت في سداد الاجره المحدده المتفق عليها وما سددتها في الوقت المحدد، وبعد كده انت هتمشي تضطر تمشي معاه والمحكمه، هو مدعي وانت مدعى عليك، ويتواجه الدعوه وهو يكتب العريضه بتاعته وانت ترد عليها، وبعد كده الناس تخش في مرحله السماعات، يسمعوا كلامك ويسمعوا كلامه. اذا ثبت انك انت ما فشلت في سداد الاجره، او انت زي ما قلت لك بيل في الاول عرضت الاجره في التاريخ المحدد وهو رفض استلامه، يبقى بعد كده انت ما عندك فشل في سداد، وهتستمر في الاجاره بتاعتك بالمبلغ المتفق عليه في العقد بتاعكم. واذا ثبت هو انه انت ما قدرت تسدد اجرتك، وانه انت ما عرضتها عليه، او انك انت ما سعيت للاجره، او منو فيكم البس عليه سداد الاجره وما استلمتها، في الحاله دي طوالي هو بيكسب الدعوه بتاعت الفشل في السداد، ومن حقه انه المحكمه تحكم له ويخلي العقار ويستلم العقار بتاعه. شكرا جزيلا.